أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كفاءات أردنية. معنا في هذا الصباح الجميل الضيف الدكتور طارق، أخصائي طب وجراحة الأسنان. دكتور طارق، مساء الخير. مساء الورد، يا هلا. أهلا فيك. منعرف السادة المشاهدين لو سمحت عن من هو الدكتور طارق؟ اسمي الدكتور طارق صلاح خشان، خريج جامعة تفير الحكومية مدينة روسيا، دولة روسيا عفوا، اللهم صل على سيدنا. خريج سنة 2014، أتممت سنة الامتياز هون في الأردن في وزارة الصحة سنة 2015، وحاليا الحمد لله فتحت العيادة هاي من تاريخ 10/2/2016. بداية دكتور طارق، دعنا نعرف السادة المشاهدين ما هي طبيعة عملك بالنسبة لطب الأسنان وجراحة الفم. خلينا نحكي شوي عن طبيعة هذا العمل وكيف يعني توجهتم إلى هذا العمل. أنا طبيب أسنان عام جي بي، يعني جنرال براكتيك، اختصاصنا علاج الأسنان، التركيبات الثابتة والمتحركة، الخلع، التجميل الأسنان بدخل في مجالنا كمان. توجهت أنا لطب الأسنان يعني صراحة والدي طبيب أسنان، ومن صغري كنت يعني حابب هاي المهنة كثير، والحمد لله يعني هي كبر عن كبر زي ما بحكوا. بالضبط، إشي زي هيك. ما شاء الله. أكيد لكل مجال عمل فيه هناك معوقات أو مشاكل بتواجه أي قطاع، فبدنا نتحدثنا شوي حتى نساعد الجيل الناشئ على أنه يتجاوز هاي العقبات أو الصعوبات. والله هو أكيد أكيد. أول إشي يعني الحمد لله صعوبات بتواجهنا مش كتيرة بمجالنا، يعني من أكتر صعوباتنا اللي هي التعامل شوي مع المرضى، إقناع المرضى في خطة العلاج المناسبة. تمام. المواعيد، المرضى انه ما بيلتزموا بمواعيدهم. بس اما اكثر من هيك الصعوبات اللي بتواجهنا الحمد لله، يعني اذا انت بتحب عملك انت بتعتبر اي صعوبه بتواجهك هي مجرد تحدي. تمام. تحدي انت بدك تجتازه. صح. فصعوبات هي اكثر شيء شوي تعامل مع المرضى، خطه العلاج، نقنعهم انه هذا لازم هيك مش لازم هيك، انه العلاج المناسب لازم. هو احيانا بيجي المريض خلص مقتنع، ابن عمي سوى هيك او ابن جيراننا سوى هيك، فاحنا بنحاول لا نقنعه انه كل شخص حالته بتختلف، كل شخص. تمام. هاي والتزامهم بالمواعيد كصعوبات في مجال طب الاسنان الحمد لله، يعني مش شيء لا يذكر. اتوقع انه كمان صار في عندنا وعي بالنسبه للمواطن الاردني للمحافظه على الاسنان، يعني الحمد لله احسن من اول بكثير، صار في وعي كثير كثير، والفضل يمكن للسوشيال ميديا. تمام. برضه الانترنت العالم عمالها يعني تتحول لقرية صغيرة، الكل بيفتح، الكل بالضبط، الكل بيفتح، الكل الكل بيبحث عن الجمال يعني. بالضبط. والابتسامة يعني هي 90% من الجمال. أكيد. بالنسبة لحضرتك دكتور، بدنا نوجه رسالة نصح وإرشاد لجيل النشأ حتى نساعدهم على إنهم يعني يكونوا شيء بالمستقبل، الطلاب التوجيهي أو كيف بدهم يتوجهوا لمجال طب الأسنان. والله ننصحهم طبعا انه مش شرط انه يتوجه لطب الاسنان، مهم انه يتوجه للدراسات الجامعيه. أوكي. فهمت علي؟ تمام. شهادته الواحد دائما زي ما بيحكوا لنا اياها سلاح. سلاحه. بالضبط. بده يتعب، ما في شيء بيجي بالسهل. اكيد. بده يدرس، بده يكون عنده هدف، اهم شيء بده يوصل لهدفه. بدنا منك رسالة هيك للشعب الأردني حتى أنه يشعروا بقيمة الأمن والأمان اللي بنعم فيها الشعب الأردني في ظل قيادتنا الحكيمة. الكل بيطلع على عمله بموعده، بيرجع بموعده بدون أي معوقات، بدون أي صعوبات. مجتمع آمن بفضل الله. الحمد لله. بسواعد جنود أبو حسين. بدنا إياك تبعث رسالة من خلال شاشتنا الصغيرة للمواطن الأردني. والله الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، أنه يعني من أحسن إشي. نعم. موجود، أحسن. نعم. النعم الموجودة. بتصحى الصبح ما في عندك ألا، ما في عندك خوف، تطلع على شغلك، ترجع من شغلك، تترك عيادتك، تترك المتزوجين أو بتركوا زوجاتهم أولادهم، ما في أي خوف. تمشي بالشارع، يعني هاي نعمة كتير كبيرة، كتير كبيرة الحمد لله، واللي ما بحس فيها إلا اللي جرب. يعني إحنا كناس اختربنا برا، صح برا في أمن وأمان بس مش زي عنا هون، بتضل خايف، بتضل في عندك خوف، بتكون صحيح. ماشي يعني وتطلع وراك. فهمتي؟ لا الحمد لله عندنا هون ما في اي شيء من هاي النواحي. الامن الحمد لله 100%.
لازم نكون كلنا ايد واحده، لازم ندير بالنا على البلد، احنا جنود البلد قبل. صحيح، هي مسؤوليه مشتركه ما بين المواطن والمسؤوليه مشتر. اكيد 100%. طبعا بنوجه من خلال هاي الشاشه الصغيره شكر لجلاله الملك وهو صاحب المقوله ارفع راسك انت اردني. أكيد. احنا بنعتز بعروبتنا اولا ثم بقوميتنا الاردنيه الوطنيه. اكيد رساله شكر وتقدير والله يديمه. امين. دكتور طارق صلاح الدين خشان، نشكرك على هذا اللقاء الشيق صراحة وعلى استضافتك لنا في هذا. حياكم الله، أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا فيك. بدنا بس تحدث السادة المشاهدين عن مكان العيادة، كيفية التواصل مع حضرتكم إذا. والله مكان العيادة إحنا في منطقة الأشرفية مقابل بوابة البشير الرئيسية، عمارة الهنيني معروف أكثر إشي هون. تمام. طابق الثالث. أرقام التليفونات لو أرقام سمحت. التليفونات 079-014-95-47، هذا رقم تليفوني الشخصي. واي شيء يعني عن طريق التليفون هذا. الارقام اعزائي المشاهدين سوف تظهر تباعا على الشاشه. نشكر الاستاذ طارق، وفي نهايه لقائنا لا يسعنا الا ان نوجه كلمه شكر للشعب الاردني وللدكتور طارق على استضافته لنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيكم. كل الاحترام. شكرا لكم. راسك بالعافيه.